للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا مدام. أهلا بك. في البداية بنتحدث عن 2 مليار دولار في 3 أيام فقط لتلبية طلبات المستوردين، لأي مدى هذه الأرقام بتعكس قدرة القطاع المصرفي على تغطية طلبات الاستيراد في هذا التوقيت تحديدا؟ بلا شك أن الرقم ده في خلال يومين يعكس الحركة اللي حصلت في سعر الصرف ورد فعل السوق ليها. بلا أدنى شك أن الحركة دي، وعشان كده يمكن كلنا شايفين وحاسين حاليا بأن السوق السوداء عندها حركة من الشلل. هم مش مصدقين اللي حصل، أن فعلا حصل تعويم والدولار وصل لغاية 32 جنيه في البنوك، وابتدى لما وصل للسعر ده ابتدى فعلا يبقى في حركة وفي ناس ابتدت تتشجع وتتجه إلى البنوك وتغذي وتبيع في ظل وجود الشهادات 25% يمكن بالذات، ومع كمان ازدياد العائد على زون الخزانة للفترة لغاية سنة. برضو الأجانب لقوا أن السعر ده مغري جدا جدا بالنسبة لهم، وفي ظل سعر الصرف ده فكده مخاطر سعر الصرف قلت بالنسبة لهم، وبالتالي لقوا الفرصة جيدة جدا لأنهم يرجعوا تاني ويخشوا السوق المصري ويبتدوا يستثمروا، مما انعكس على أن بقى في توفير سيولة دولارية في القطاع المصرفي. وطبعا احنا عارفين أن كان عندنا باكلوج او كان عندنا احتياجات، فطبعا اول ما الفلوس اتضخت في السيستم ابتدت على طول البنوك تلبي احتياجات المستوردين والحاجات اللي واقفه، وان شاء الله من المتوقع في الفتره اللي جايه ان نشوف مزيد من التنازلات ومزيد من ضخ الاموال من الخارج الدولاريه، وبالتالي نشوف انفراجة كمان أكتر في السيولة الدولارية جوه البنوك. بلا أدنى شك كمان في المقابل كل ده ولسه ناس كتير مازالت يعني إيه متخوفة أو متشككة من السعر. طيب قلنا للحديث عن أستاذ وليد عن النقطة الخاصة بأنه نتيجة لسياسات البنك المركزي في هذا التوقيت السوق المصرية استقبلت 925 مليار دولار استثمارات أجنبية، وزي ما حضرتك ذكرت في عدة أيام قليلة وحضرتك تكلمت عن هذه النقطة، ده يعني أنه هذه السياسات أسهمت في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية. أبرز القطاعات اللي تركزت فيها هذه الاستثمارات كانت ايه؟ لا، هو حاليا الاستثمارات مش استثمارات مباشره، هي استثمارات بنسميها الاموال الساخنه، واللي هي دخلت على طول على اذون الخزانه وعلى النظام المصرفي او القطاع المصرفي، مش استثمارات مباشره في شراء اصول او في قطاعات صناعيه او زيادة أو شركات جديدة أو زيادة ضخ أموال أو رأس مال يعني عامل لشركات قائمة. ده اللي حصل في اليومين اللي فاتوا، ولكن الفترة اللي جاية إن شاء الله هو ده اللي احنا متوقعينه، إن هي ترجمة للسياسة النقدية كلها والحركة الأخيرة لسعر الصرف، إن احنا كده خلاص ابتدينا نوصل بإذن الله للسعر العادل للدولار اللي هيبتدي بعد كده ارتباك السوق السوداء، هيخلي الناس تدرك ان خلاص كده الدولار مش هيزيد تاني وتبتدي تتجه للبنوك تتنازل، وفي نفس الوقت المستثمرين الاجانب يحسوا برضو باستقرار العملة، وبرضو يبتدوا اللي عنده القرار ان هو يستثمر في مصر بقى زي ما حضرتك بتقول استثمارات مباشرة في ايا كان القطاع، صناعي او زراعي او خدمي او سواء شراء شركة جديدة او انشاء شركة جديدة او الدخول في البورصة او دخول مباشرة في رؤوس أموال شركات، أيا كان نوع الاستثمار المباشر إن شاء الله. يعني هذا يعتبر فتح الباب مبدئيا لهذه التوقعات. طيب أستاذ وليد، يعني إحنا بنتحدث عن أنه في نفس التوقيت احتياطي النقد الأجنبي مستمر في الزيادة، إزاي ده بيعزز من استقرار السوق مزيد من استقرار في الأسواق في الفترة القادمة؟ طبعا التقرير بتاع البنك المركزي او التقرير الصحفي اللي طلعه في علامتين جيدين جدا في الاخر، وهي ان اول حاجه زي ما حضرتك تفضلتي ان احتياطنا من العمله الاجنبيه في تزايد مستمر بقاله كذا شهر، فده يؤكد، وفي نفس الوقت احنا بنلبي طبعا وده ما فيهوش شك ان احنا بنلبي
خدمة الدين بتاعنا أو إقساط الديون اللي علينا. فكون إن إحنا بنقدر نعمل الاثنين دول مع بعض، ده أكبر علامة على إن إحنا الحمد لله مستقرين، ووضعنا بالنسبة للعملة الأجنبية قدام العالم الحمد لله إحنا مستقرين وما عندناش مشاكل، بنسدد اللي علينا وكمان مخزوننا أو الاحتياطي بتاعنا بيزيد. ومحليا الحمد لله ابتدينا نشوف انفراجة خلال اليومين أو الكام يوم اللي فاتوا، وإن شاء الله تستمر وتزداد في الأيام القادمة. أستاذ وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.